أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الزراعي نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، كما أنه قطاع كثيف العمالة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة للأنشطة الزراعية المختلفة. وخلال لقائه بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية والجمعيات الفرعية ومربي الثروة الحيوانية بمطروح، أكد وزير الزراعة على دعم صندوق مربي الثروة الحيوانية في المحافظة. ووجه الوزير بدعم المحافظة بفرق مكافحة الأفات الزراعية والإرشاد الزراعي وتوفير المبيدات اللازمة وتكثيف القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجاناً.